فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أريدك بالله أبداه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأباك تحت الكساء بدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوا لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منيرا ولا شمس مولية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أحبك إلى الأرض يكون معهم فقال الله لك هبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا
على العلي العقل يخبرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إني ما خلقت سماء منية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتقركم تذكيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي وأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستقاني برسالة نجيا ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله حما إلهي آمين لا مهموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين لا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا غازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزاك الله بيتا جزاك الله مولا سلامت ركھے.